بهذا الفيديو راح نتكلم عن أفكار الواجب الخاص بتطبيقات على الاشتقاق الجزئي. راح ناخذ هذا المثال نوضح به الفكرة، وباقي الأمثلة يفترض هي كلها نفس الفكرة. الفكرة هنا تقوم على كتابة صيغة المعادلة أو الدالة اللي احنا ندور على المينيموم أو الماكسيموم لها، وهذا الموضوع هو موضوع تطبيق على النهايات مثل اللي انت ماخذه في رياضيات المرحلة الأولى. الفرق هنا انه احنا راح نتعامل ويا دوال بمتغيرين أو أكثر، في حين كنت انت مرحلة أولى تتعامل ويا مسائل بيها دالة بمتغير واحد، أو بالأخير تبقى هي دالة بمتغير واحد. خلينا نشوف هذا المثال. المطلوب بهذا المثال find three numbers، إذا المطلوب ثلاث أعداد. إحنا راح نفرض هاي الأعداد هي x y z، راح نفرض هذه الأعداد قايل لي مجموعهم 50، فإذا x زائد y زائد z تساوي 50. وبعد قايل لي and the sum of whose squares is a minimum، يعني يريد ال x تربيع زائد ال y تربيع زائد z تربيع هذه تكون minimum. هذا هو منطوق السؤال. احنا بالحقيقة نقدر دائما بهيج مسائل نكتب دالة بدلالة المتغيرات. احنا المتغيرات مالتنا هنا هي الاكس والواي والزد، وراح تكون هذه هي الدالة، بمعنى انه الاف اوف اكس واي زد هي اللي تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع، واللي هي احنا جاي نبحث عن المينيموم الها. دالة بثلاث متغيرات راح نستفيد من العلاقة مال x زائد y زائد z تساوي 50، فراح نكتب مثلا انه z هي تساوي 50 ناقص x ناقص y، واذا نرجع نعوضها بالدالة مالتنا f فراح تكون ال f تساوي x تربيع زائد y تربيع زائد مكان ال z راح نخلي 50 ناقص x ناقص y الكل تربيع. هسه نلاحظ انه هذه الدالة F صارت بدلالة متغيرين، ونقدر نطبق عليها اختبار المشتقة الثانية اللي تعلمناه بالمحاضرة. يعني راح نجي بالبداية نشتق الدالة للX ونعتبر الY ثابت، فراح يصير عندي 2X زائد 2 مضروبة في القوس 50 ناقص X ناقص Y، ومضروبة في مشتقة داخل القوس اللي هي سالب 1. يعني هذه نقدر نبسطها، راح تصير عندي 4x زائد 2y ناقص 100، وهذه راح نساويها بالصفر، هذه راح نساويها بالصفر، وراح نجي بعدين راح نجي بعدين ناخذ نفس القضية، انه ناخذ ال f y يعني نشتق الدالة لل y، فراح نجي هنا ناخذ عفوا f y تساوي اشتقها الدالة لل y، اشتق الدالة لل y راح تطلع عندك 2x زائد 4y ناقص 100 تساوي صفر. انت روح اشتقها، اشتق الدالة f للواي راح تطلع لك بهالشكل. هسا عندنا معادلتين، يعني نقدر نسمي هذه معادلة واحد، وهذا نسميها معادلة رقم 2. هذه المعادلتين ممكن حلها آنيا، يعني ممكن تضرب معادلة رقم واحد تضربها في او معادلة رقم 2 تقدر تضربها في سالب 2، يعني هذه المعادلة إذا نضربها في سالب 2 وبعدين نجمعها ويا معادلة رقم 1، الإكس راح تروح وراح يبقى عندي ناقص 6y زائد 100 تساوي صفر، ومن عندها نستنتج إن الواي راح تساوي 50 على 3.
طلعنا قيمة الواي، وإذا نرجع هسه نعوضها بأي دالة، يعني بالمعادلة رقم واحد أو معادلة رقم اثنين بأي مكان، راح نستنتج إنه أيضا الإكس عندنا تساوي 50/3. وإذا نعوضها بالمعادلة الزد، هذه الزد تساوي 50 - X - Y، فراح تطلع عندي الزد أيضا تساوي 50/3. إذا هذه النقطة الحرجة هسا عندي هي النقطة 50/3 × 50/3 × 50/3. هسا نروح نخضع هذه النقطة لاختبار المشتقة الثانية، يعني يروح احسب لي FXX بهذه النقطة، وروح احسب FYY بهذه النقطة، نفس النقطة 50/3، واحسب لي FXY، وبعدين تعال احسب هذا المقدار FXX في FYY، هذه كلها القيم يفترض انت مستخرجها، ناقص FXY تربيع. يعني اذكر الاف اكس اكس هي مشتقة الدالة نسبة للاكس مرتين، يعني تجي لهذه الاف اكس تشتقها بعد مرة للاكس، يعني معادلة رقم واحد تشتقها للاكس بعد مرة، راح يبقى عندك فقط 4، يعني الاف اكس اكس هنا راح تساوي 4، والاف واي واي تشتق معادلة 2 نسبة للواي تبقى 4 ايضا، والاف اكس واي هي المعادلة رقم واحد ترجع تشتقها للواي، يعني يبقى عندي 2. فهسه اذا تعوض 4 × 4 = 2 تربيع، راح يطلع عندك 16 - 4 يعني 12، وهو اكبر من صفر موجب. ونلاحظ انه الاف اكس اكس ايضا موجب اكبر من صفر، فاذا هذه النقطة تنطيني نقطة نهاية عظمى مينيموم، بمعنى انه هذه الارقام او الاعداد اكس واي زد اللي قيمتها 50/3 مجموعهم فعلا اذا تجمعهم 50/3 + 50/3 + 50/3 ينطيني 50، وتنطيني نقطة نهاية عظمى انه المجموع مربعاتهم هو مينيموم. وبهالحالة تحققت الشرطين. جميع الامثلة بهذا الهومورك هي نشتغلها بهالطريقة، يعني تروح تطلع لي دالة، تدور على دالة بدلالة المتغيرات تكون ماكسيموم او مينيموم، واكو معادلة مساعدة الها، هذه المعادلة تخفض لي عدد المتغيرات من 3 إلى 2، وبعدين نجي نشتق اف اكس واف واي او بدلالة المتغير الاول بدلالة المتغير الثاني نساوي بالصفر، تطلع لنا نقطة، هذه النقطة نروح نختبرها باختبار المشتقة الثانية. انتظر منك تحل باقي الواجب كله بنفس هذه الطريقة.